to the eye of. To the eye of the prosecutor. I'm saying she's now on oath. Do you have anything that you want for us to clarify for? Now that you're on oath, then I'll take your submissions. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانا خيارتها شرفت على مركز سو تشوكتان سو دوادة وحارمنا هالكاني إنان إذي كسو قد بنا دي بقيد مو واربحين دودن بيسي قبر دي حرسة عبدوهاب متقانا الشلقي لصو قبطي ومانتا يدي إياه نينكي كاري اسكو مركز لصو قبطي محكمة لهور كيني مانتا أي كسر موضوع المحكمة ده، بس هالكاسي ما هيك شجعين، أريد بدن أو قرصانة إين نوجين أيشر، بس كهر إنت عارم هاسي يو حكرة أو فرب بدن وربة وينوسو دي بحل بانك إنت أنا إيدين شجعين سبسكرايب لايك صار جنلك دي مقاطع سيشر جلسي يو لايك تسا لسمو ودي إنت بدن، إن وايو هدي إيدين كه سبسكرايب إنا صارين ركمنين ومقاطع إنا سيشر جرينين. سورتقال ما نقون كرتو إن مقالة كالي أدبو هشان إن أقونا عجز ما صحيب لا نقوننا بلسي مركي أنا دي ريق لسان مركز واحد هي لسان مقالة دقدقة إن تاسي دكاسو اللابتو واربحين تاسي قود إن وحان ودو أغين أون لابو دسعوني شالي أرو نمدي إن لسو قبطي تهمياشي لو تهم سنة إن إيجيستين أفضو وحفصو عبدوهاب إيوه إن كي كالي إلا لسو قبطي اسکمش ای ود چوگن لگونه تو هن سنا این ای سمايين اما با اسکودای دع یا افدوب این ای متقن ای گیستن نکستن تازه شری ول سعودی آمرکی لوسو دعای بگه دیسی ایدا این ورباین تا درک دممان ارن تازه ای ود قصد درک کریم ماها دری دبد وایو وحنا ود چوگن این درک کنیا توش و متقن کویف سنا وقولي بخا أبنا ودمار هيك البيت يو حلا ميده أدلو إيكي أورا لها وردلكو متاج بو أوعي إن برعة دافع كتبك كيسر يسو يسو قب قبتان بل سوى حصور تج الشيء إلهي إدنكي إن دتكي دفك كتب بيجي لوته سنة إن يوح جستين إن متقنا إلى سو قبت أو مانتو أيهين دت متقنا إلى سو إيدي مركع سالنا هاي محكمة كمرد عين أو وليبة لا ما حكم من قف ما كل حكم يلا دمبيلة تعي عديمه الحركة ينو مركز عامة قناة يلا هكرا دمبيلة سوى وسمي بس هذا وتهن محكمة دنا ما أنت على الحركة بس مقلب بدن أو متقنا كسر صن محكمة دا أي نسوينا لكن سما أنت أنت وحقيقة إن أي صور فلسطين قرينا دي ككل السعودية لبعض دنا قرينا لو قبطي حفصو عدوهاب إيو إنا كل السعودية إيو قرينا مها إن يجا كسور جدو كون دفاعي كون كسور جدو إن ما أنت ماشي فود إسترين كون إليهين تتكن واحد دم بما إسن جسنة بري بأحيان كون إليهين وحينو حينا عديمو كسافسن أرم هاي يجا مركي دعين قارك ودعين تصالح ودو عدين تا لصو قاطي أو حكمي ده مقالك الشري جبر ما تغني الأفضوبتي إيش يكتي أي تري العت اللي جد عي أنت سبقه gabadhu business baan ka dhaxay lacagtaas oo kulaha iyo in ay joogtay meesha mataqanay afduubka ka dhacay intaas kaliye cadeyn ma noqonayso balse cadeymaha way soo socdaan waana ka warsugaynaayo wali wuu socdaa baaritaankooda oo hay'adda DCI-da ya mataqanay gacanta ya ku heeso marka baaritaankoodana ka hor dhici meenno ay wax ka soo baxo waan arkaynaa balse waxa rabnaa in la ogeysiina waxay tahay in maanta maxkamad la horkeenay maadaama sharciga dalka uusan ogoleen قف دمبيرة إن لو هي حبسي وحكة بدن يعني حارة بوليسكا أفرات نصا صدرات مانتا وحالة كيني محكمة هالكاسي أو الرجال يو إن وح بدن أو متانا قرصون إن صبر نقول بل سو ولي وحاجرو حقا الصوت رايو إن هي أدا دمي باريستا دي سي أيضا إن أي عصتي إن وقتي أي باريتان كأي كوسم يسمتغانا إن لسيو كاسي أو إن ولي لغو سهاية حارون تبوليسكا كدين باريتانا هر له متقانا لماريو عدايما هر له متقانا اي هلان كدين محكمة دو اي ديب اغو سو نغدان اي هر كينان عدايمي يوحي متقانا اي هيين بلسي قادقي ارنتا ايد واكد ديدي هرطا محكمة دو وامكادارا ان قادقي واحا اجيري ارنتا سي وحي نقوال حال لنا بري سيدسا تاسي اوكو تسينس انكيس كاني اوسان هي مدفضد مدفضد ماهان مادامة
دي لو ود جيري عالم دن ما تقنا واخ او ايغي ما تقنا او اها تاسا waxay keenaysaa marka in kiiskan il gooni ah ma tqaan lagu fiiriyo wax hal qaaday intuu sameeyo waxan asaga ama ka wax ka hadlo oo galan karo ma tqaanay ma ahan waa wax muu aamin madaxweyne ila qofka shacabka dhamaan wax loo fiirinayo weeye marka taas ama waxay keentay in dib loo dhigo oo bari 8 saac la yiraado wixii ka soo baxo ayaynu arkayna marka inaga laftanaga qayb baynu ka nahay dadka ma tqaanay maxkamada dhageysanayo iyo muqaaladana idin soo gudbinayo waynu arkayna meeshii aan baasha aan ka soo bilownay hayaanka meeshii aan ka soo bilownay ee ahaa makow markii gabadha la afduubtay ilaa ay hadda oo ma taqanaay la joogo maxkamaddi intii ma taqanaay waynu wadna meel fiican ma taqanaay wax maraya marka ala kulli xaal arrimahaasi maxkamadda xaggeeda ah iyaguna wixii kale ay ka soo kordho kulli wax ma taqanaay maalin iyo labo ku dhamaanaya ma taqanaay ma aha wax socdo weeye ilaa la soo gabagabeeyana inaguna waa in la wadaagi doonaa halkan baynu ku ka war qaadan doonaa hadii ay baydno balse waxyaabaha xusida mudan ayaa ma taqanaa waxa ay tahay ama dadka inta badan ay aad isku weydiinayeen waxaan halkan ma taqanaa aan ku baahinay mid ka mid ah gabdhaha hadda ma taqanaa eeda lagu haysto hooyada dhashay iyo ehelkeedii in arintaasi ay bari ay ka ahaayeen gabadhoodan arintaasi ma taqanaa ay ku jirin ayna ma taqanaa ilaa hadda ay ma taqanaa la yihiin marka taasi cudurdaar bay leedahay oo ma dhihi karno mana dhihiin ma dhahayno waalidkaas ma taqaan uu khaldana maxaa yeelay cunug adiga aad dhashay kulamid ma aha adiga cunug aad dhashay kulamid ma aha go'aankiisa iyo wixiisa asaga goonidiisu wata balse adiga waxaad og tahay cunuga in adiga aad dhashay adiga aad leedahay dembi uusan lahayn waa sax laakiin dembiga uu geystay haddii uusan ku muujisan markaa ayada ahay ma garan kartid haddii gabadhan meeshii ma taqaan laga waayay marka hore oo markii dhibka dhacayay kadibna waalidkii ay la kulmeen kaliya gabadhoodii meesha joogin gabadhoodii meesha ma joogto lama hayo meel ay aaday lama garanayo marka haddii gabadhii meesha laga waayay iyaguna ay waayeen ay gacan ku haynin dowladdana ay ka aamusto tiri arrinta ayda baaritaan yaan ku samaynaynaa marka waalidkii marka meesha ayada walaac badan yaa ma taqaan ayaa ka jiray balse iyaga laftood shalay markay arkeen arrintan iyada eh iyaga laftooda culays badan oo saarnaaba horta ka degay taasi ula jeedna waxa culayska marka lagu dhaho hebel uu nool yahay oo waa kan aad aragto iyo marka lagu dhaho waa la waayey way kala duwan tahay isagoo oo qofkan xukun sugayo oo mataa dhiga kata in la xukumo in waqti badan qaadato waxay noqotaba oo xataa lacaga badan kaaga baxayaan aragtidiisi iyo waxay noqotaba way ka wanaagsan tahay markaad la'dahay way ka wanaagsan tahay marka aad laadahay taasi marka waxay keenaysaa marka iyaga laftooda in culayska fara badnaa ay saarna maanta inuusan saarneyn oo mataqanaa ay tahay in iyaga laftooda gaaban yihiin wixii mataqanaa meesha ka dhacay calaa kulli xaal ilaahay mataqanaa tawfiiqda hana waafajiyo dadka iyagana gabadhaasna mataqanaa ilaahay mataqanaa ha u sakhiro dembiga ay samaysayna ha ka tawaad keento waayo wax xunbi wey matan afduub in qof muslim ah in uu ku kaco uuna sameeyo weliba dad soomaali ah maanta in tooshka lagu hayo la yiraahdo iyagaa mataqanaa afduub geystay wax aada loola yaabay noqotay balse shaydaanba mataqanaa ka qaali noqday ilaahay ha soo hanuuniyo daawadayaal intaasaan kusoo koobay barnaamijkan intaan barnaamijkan midkii xukulmaada ee baydmo saasi nabadgelyo.